الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة أولى متوسط في الجزء الثاني لهذه الفيديوهات، فيديوهات يعني تجميع الأسئلة المتكررة. إذن فلنبدأ على بركة الله. أول شيء توصلنا إلى في الفيديو السابق إلى لا كونجيغيزون، يعني تصريف الأفعال. إذن ركز معي جيدا في لا كونجيغيزون. مشكلة التلاميذ دائما في تعويض يعني الكلمات اللي تسبق الأفعال، لذلك ركز جيدا هنا. إذن لما يعطيك اسم يبدأ باللو دائما ما نعوضوه بالإيل، لما يعطيك اسم يبدأ باللا نعوضوه بالبخونو إل، إذا أعطالك يبدأ باللي إذن يا إما إل أفيك إس ولا إل أفيك إس، لكن هنا يا فام يعني النساء معناها إل أفيك إس. أما إذا أعطاك لي غارسو باغ إكزومبل إذن لي نعوضها بالإيل أفيك إس لأنه جماعة من الأولاد. شيء آخر، إذا أعطاني مون فخيغ إي موا يعني أعطاني اسم وأنا، إذن دائما ما يعبر على لو برونو نو، إذن نحن أخي وأنا نحن. إذا أعطاني مثلا تون فخيغ إي توا يعني أخوك وأنت نعوضه بالضمير فو. أما إذا أعطاني اسمين مثلا غامي إي سونامي يعني رامي وصديقه، إذن زوج أسماء ديما نعوضهم إيل أفيك إس لأنه في الفرنسية ما كانش حاجة مثنى. إذن فلنبدأ على الأمثلة هاته. إذن إكري لي فيرب أو بريزون دو لانديكاتيف يعني في لو بريزون. لا ديبريسيون يعني لو فيرب إتر هذا نصرفوه جو سوي تو إي إيل إي إل إي لأنها تبدأ باللا نعوضو بالإل، إذن إل إي. كونجي بور لي زونفو كي بوزي يعني يزن، هذا بخومي جروب نحو الإو آر ويصبح إو أن تي. علاش ضفنا إو أن تي؟ لأنه يحكي على لي زونفو، نشوف هنا ديما يعني نعوضوها بالإيل أفيك إس، ومع الإيل أفيك إس بيان سور نديرو إو أن تي. هذا لو فيرب هذا ثروزيام جروب، ركز جيدا هو جو بو تو بو إل بو إل بو إو يو تي، هذو ما عندهمش قاعدة يحفظ كما هو. لو فيرب أونتوندر ثاني فيرب ثروزيام جروب، إذا جونتون تو أونتون نحو الإر أو ونزيدو إو أن تي، لماذا؟ لأنه لي زونفو إيل أفيك إس. لو نكمل الجملة نصيب الضمير إيل أفيك إس والفعل اللي عطاه لي هو غوكوبي بخومي جروب، سهل هذا، نحي الأو أر ونضيفو أو أنتي، نفس الشيء لأنه مع الضمير إيل أفيك إس. فينيغ دوزيام جروب نحي الإي أر ونضيفو إي دوز إس أو أنتي، ركز زيدا في دوزيام جروب مش كيما بخومي جروب، بخومي جروب مباشرة أو أنتي، أما دوزيام جروب هي تيرمينيزو تاعو إي إس إي إس إي تي، إي دوز إس أو أن إس، إي دوز إس أو زد، إي دوز إس أو أنتي. إذا لو ميتسا افيرتيغ نفس الشيء هذا دوزيام غروب، إذا إي إس إي إس إي تي، علاش درنا إي تي؟ لأنه لو ميتسا نعوضوه بالإيل. لي باسيون مادام نشوف اللي، إذا ديما في مخيل نتاعك أنه إيل أفيك إس ولا إل أفيك إس، والإيل أفيك إس وإل أفيك إس لهم نفس التصريف يعني أو أن تي، فقط نحي الأو آغ ودير أو أن تي. مثال آخر، شوزيغ فيرب دوزيام جروب ونشوف في اللي، إذا مادامها لي زونفون إذا إيل أفيك إس، إذا نحي الإي آغ ونديرو إي دوز إس أو أن تي. فينيغ نفس الشيء دوزيام جروب، إذا نحي الإي آغ وندير مع الضمير تو هي إي إس إي إس. إذا جو مي أو بريزون عطاونا الفعل هذا ريسبكتي، نحي الأو آغ وندير أو، سهلة لأنه عطالي الضمير صريح، أنا مباشرة عطاك ضمير جو. Les enfants, إذن grandir deuxième groupe, إذن نحي الـ ER وندير إي دوز إس أو أن تي لأنه deuxième groupe. نو ركز جيدا في الأفعال اللي تكمل بالجي، نحي الـ ER ونضيفو الـ أو. علاش ضفنا الـ أو هنايا؟ في الأصل نو منزيد غير الـ أو أن إس مع نو، لكن ضفنا أو لكي لا تنطق مونغون. إذن الأفعال اللي تكمل بالجي كامل نزيدو لهم أو. وين نزيد لهم الـ أو؟ في النو فقط، لأنه مع باقي الضمائر تنطق جي إلا في النو فقط. لو فيرب شوازيغ هذا يكمل بالاي اغ، اذا سهله هنا واش ندير؟ ندير اي اس فقط. نمر الى مثال اخر، اتر هنايا مع لا مارش، لا مارش نعوضها بالال، اذا ال اي بينيفيك بور لا سونتي. اذا دوفوا هذا فيرب ثروازيام جروب، جو دوا تو دوا يل دوا، اذا دوا اس لانه مع الضمير تو. لو فيرب شوازيغ كنا تعرفنا عليه قبل قليل، إذا نحي الإي آغ وندير إي دوز إس أو أن إس، علاش؟ لأنه دوزيام جروب مع الضمير نو. غومبليغ نفس الشيء، نحي الإي آغ وندير
إيدوزاس أو أنتي، لأنه لازي لا بنعوضها بإيل أفيك أس. قضية تعويض فقط. هنا لما يعطيني ضمائر معلنة يعني بين باللي ضمائر تي و نو، بين إذا نحل أو أغ وزيد أو أس لأنه بخمي كوب. لافي نحل أو أغ ونضيفه أو أن أس. لو أوند بول يعني هذه تبدأ باللو، إذا نعوضها بالإيل جي تو أ إيل أ لو فيرب أفواغ. Pouvoir, troisième groupe, je peux, tu peux, il peut. Le verbe être, إذن مع من ضمير مع il avec s لأنه les entraîneurs. إذن ils sont. هنا أعطوني تصريف الأفعال على شكل جملة. كيف ذلك؟ إذن on se nourrit. هذا هو le verbe se nourrit. إذن nous nous يا أخي أفعال تاع je me, tu te, il se, nous nous, vous vous, ils se. Les verbes pronominaux. إذن nous nous هذا verbe deuxième groupe. علاش دوزيام جروب او يخلص بالاي تي؟ لماذا؟ لانه مع الضمير او ان نديرو اي تي، ومع الضمير نو نديرو اي دوز اس او ان اس، اذا نو غيسون. اما لو فيرب دوزيام هذا غاست، هذا فعل تاع البرومي جروب لانه يخلص بالاو، مع النو نديرو او ان اس فقط، اذا غاستون. فينيغ، لوغسكو جو فينيغ، يعني فينيغ هذا نصرفو دوزيام جروب، اذا نحي الاي ار ونديرو اي اس. Choisir نفس الشيء deuxième groupe نحي الاي ار ونديرو اي دوز اس او ان اس. اوكيبي فيرب دو بروميير جروب، اذا نحي الاو ار ونضيفو او، علاش او؟ لانه لو لي نعوضوه بالايل. Choisir نفس الشيء لكن ركز جيدا، نحي الاي ار وندير تون فرير اي توا، اخوك وانت، باش نعوضو نعوضو بالضمير فو، مع الفو تجي اي دوز اس او زاد. هنا صيغه اخرى للتمرين هي شوازي لا تيرمينيزو كي كونفيان. هنا عطاك الفعل وقال لك خيّل لي واحدة من هذو الثلاثة، او اس ولا او ولا او انتي، واش نخيّل؟ على حساب لو سوجي. لي باكتيري، لي باكتيري نعوضوها بالايل افيك اس ولا ال افيك اس، ومع هذو الضميرين نستعمل او انتي بطبيعة الحال. اذا بروفوك. شونجي لو فيرب دو بروميير جروب، نحي الاو ار ونديرو او، لانه لونفون نعوضوه بالايل. اوتيليزي نحي الاو ار وركز زيد في لو سوجي، موا et mon frère، انا واخي، نعوض بنحن بمعنى انه نو، ومع نو نضيف او ان اس. les élèves réaliser نحي الاو ار، les élèves نعوض ال افيك اس، اذا او ان تي. راكم تلاحظوا باللي تقريبا الامثله دائما تتشابه، اذا ركز فقط، احفظ التصريف فقط وعوض. mon frère et moi يعني انا واخي، نو نحي الاو ار ونزيدو او ان اس لانه مع الضمير نو نضيف او ان اس. اذا كان هذا بالنسبه لا كونجيغيزون. ركز معي في السؤال هذا، هذا السؤال عادة ما يطرح يقول لك أكي غونفوا لي برونو، يعني لمن يعود هذا الضمير. مثال، أعطانا هذا هو لو تيكست وأعطانا هذا السؤال أكي غونفوا لي برونو بيرسونيل سوليني دون لو تيكست، يعني إيل وإل لمن يعودوا، ترجع دائما للنص. إيل هذا يعوض اسم مذكر مفرد، اسم مذكر مفرد، دائما كي نشوف الضمير هذا ترجع قبله، نحوس على الضمير اذا راه يعود على لوبغوساج، لوبغوساج دي دون. اذا لوبغوساج دي دون باش ما نعاودش، بوغ ايفيتي لا ريبيتيسيون، الوغ عوضنا لوبغوساج هذا عوضناه بالايل. اذا ايل دوا اتر ايفيكتوي دو ا تخوا فوا باغ جور، يعني يعود على لوبغوساج. اما ال هذه يعني فيمينا سينغولي يعني مؤنث مفرد، لمن يعود ارجع للجمله، اذا لا كاغي. لا كاري دونتير هو التسوس، اذا ال تعوض لا كاري، اذا ايل غونفوا لو بروساج دي دون و ال لا كاري دونتير. مثال اخر، عطاونا لي وعطاونا ال، ارجع لي هذه معناها اسم في الجمع يعني، اذا هاي ترجع للجمله تصيب لي دون، اذا لي تعوض لي دون. اذا لما نجي لال هنا ركز معايا جيدا في ال، لازم تبدا الجمله منين بدات هذه النقطه، اذا تبدا الجمله منها. اون كاري إتان ترو يعني التسوس هو ثقب، كي سكروز دو لادون الذي يحفر الضرس السنة. لي باكتيري سي لوج اي سكريت دو لاسيد، يعني البكتيريا اللي تسكن في السنة هذا. سي ال ني با سواني، إذا لم تعالج باغ ان دونتفخيس، شكون اللي لم تعالج؟ إذا لادون، إذا ال تعوض لي لادون. إذا مثال آخر، لا بانان كونتيا دي سكر ناتورال، يحتوي على سكر طبيعي. ال اي ايغالمو، ال هذه لمن تعود؟ اذا تعود لا بانان، اذا ال غونطاس لا بانان. فاهمين؟ مثال اخر، جوتيليز لا بروس اي لو دونتيفريس بور لي نيتوايي، نستعمل يعني الفرشاة الاسنان والمعجون باش ننظفهم، ننظفهم هذه لي، هذه لمن تعود؟ ترجع لي ما لي دون لي زيو، بطبيعه الحال معجون الاسنان والفرشاة يرجع لا لي دون.
La toilette des pieds, la toilette des pieds يعني تنظيف الأرجل. Ne prend pas beaucoup de temps, mais elle هذه لمن تعود؟ تعود لمن la toilette. إذا elle remplace la toilette. إذا مثال آخر. Les féculents sont des animaux qui renferment de la fécule. إذا il avec s هذه لمن تعود؟ ترجع les féculents يعني اسم في الجمع. لو تبحث هنا على اسم بالجمع إذا هو les féculents. كاين لي بات هذه كاين بعض التلاميذ يقول لي هنا لي بات لي بات هنا خطا علاش ils sont indispensables هي ضروريه في الحياه تاعنا شكون هي العجائن مش العجائن هي النشويات والنشويات يكون فيها العجائن الارز الى اخره اذا ils تعوض لي فيكول اذا كان هذا بالنسبه الضمائر واش تعوض جو كومبليت هذا الاسئله عاده ما تطرح يعطيك فراغات ويقول لك املأ لي هذه الفراغات Le régime alimentaire est important et indispensable pour notre santé. إذن, le régime alimentaire, عوضو بلي زاليمو, هذا اسم مذكر جمع, هنا سأطلق لك هذه كيفاش نرجعهم. مادام اللي, كما قررنا في الكونجيجيزو, مادام اللي نعوضها بالإل أفيك أس, إذن, le verbe être مع الإل أفيك أس, نقولو sont, les aliments sont. Important, نضيف لها أس دو بلوغيال, علاش؟ لأن لي زاليمو, نضيف لها أس دو بلوغيال. اي تبقى على حالها indispensable ثاني نضيف لها اس دو بلوريال اذا accord correctement l'adjectif qualificatif عاده ما يطرح هذا السؤال يعطيك صفه ويقول لك زعما اربطها لي بالاسم نتاعها هنا نقولوا ان فروي ما نقولوش اون فروي راه خطا انا في الكتابه ان فروي سكري يعني فاكهه محلات دي فروي هنا واش عطانا عطانا البلوريال اذا سكري نكتبها كما هي ونزيد الاس دو بلوريال علاش زدت الاس لانه هذا لارتيكل هذا دي يدل على الجمع ان اليمون سان اذا ان رجعت اون اليمونطاسيون سان هذه كيفاش تصبح تصبح سان ضفنا او دو فيمينا علاش لان لارتيكل اون هذا اللي يدل على الفيمينا مي لا فراس سويفونت او سينغولير لي بانان سون دي فروي قالك رجع لي هذه الجمله في المفرد لي بانان احنا نعرف البانان هذا هو اسم مؤنث اذا لا بانان الفعل هذا هو سون ركز معي جيدا لي بانان ترجع لا بانان وما دامها لا اذا عوضوه بالال ومع الال تجي اي لا بانان اي ان فروي هو فاكهه اذا كانت يعني الجمع تاع البانان سون دي فروي يعني من الفواكه لكن هنا نقول لا بانان اي تان فروي دي رجعت ا والفخوي ناحيه لها اس والفيرب اتر اوتوماتيكمون يتغير لانه هنا كانت ال افيك اس سون إذن هنا L A. Les enfants qui oublient. علاش درنا E أنت هنايا؟ لأنه les enfants جمع إل أفيك S. هنا رجع لي لونفو يعني ولد واحد فقط والولد نعوضه بالإيل ومع الإيل إذا نحذف E أنت ونضيفه E. لأنه مع الإيل نديرو E في لا كونجيجيزون. سون هذا لو فيرب إتر إيل سون. مع الإيل واش تجي؟ تجي A. إذا E S T لأنه إيل أفيك S سون إيل A. شتيف نحي الاس دو بلوريال مالاد نح اس دو بلوريال يعني طريقة عكسية في المثال السابق عطاونا مفرد وطلب منا نرجعوه للجمع هنا عطانا الجمع وطلب منا نرجعوه الى المفرد نفس الشيء هنا عطاني الجمع رجعوه مفرد لي زانيمو حذاري 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 لي زانيمو مش نحي فقط الاكس هنا انيمو هي جمع انيمال اذا لانيمال سون ايل افيك اس سون اذا ايل اي لانيمال اي مور هذه نحذف لها الاس دو أظن أن الفكرة وصلت. أمثلة أخرى. Je brosse mes dents. J'écris au pluriel. يعني رجع لي هذه الجملة في البلوريال. أنا je كرجح البلوريال هي nous. إذن أنا نحن. Je nous. Brosse يتصرف على حسب الضمير اللي درتو نتايا. هذه كانت e لأنها je. هنا ندير brossant o n s علاش لأنها nous. وهنا mes dents يعني أسناني. لكن هنا نقول أسناننا يعني nous dents. Mon petit frère رجعت ما وش معناها فيمينا mon petit frère يعني أخي الصغير إذا نقول ما petite sœur frère أخ sœur أخت إذا petit في الماسكولا petite في الفيمينا un jus frais يعني عصير منعش رجعوها هما une boisson يعني مشروب منعش يعني وش يولي يولي فيمينا فخي هذه درسناها أنه فخي ترجع فخاش ركز فيها جيدا فخي ترجع في الفيمينا Quel est le type de la phrase suivante? هذه أغلبية التلاميذ يغلطوا فيها مازالوا ما يفرقوش بين التيب ومازالوا ما يفرقوش بين لا فورم ركز جيدا
كالي لو تيب دو لافخاز. لو تيب دو لافخاز يعني لافخاز، احنا واش قرينا في الفصل الاول؟ قريته فقط لافخاز ديكلاراتيف، يعني الجمله الاخباريه. اذا الفافوريز لا لوت كونتر لي ستريس، تكمل بنقطه هذه الجمله، اذا سموها لو تيب دو لافخاز اي ديكلاراتيف. قريته نوع واحد فقط هو ديكلاراتيف، لكن قريته يعني شكلين من الجمله الاخباريه. ركز معي، لا دوش اليمين اون بارتي دي ميكروب. التيب تاعها وشني قلنا؟ فراز ديكلاراتيف، يعني جمله اخباريه تيب ديكلار. فلا فورم ركز جيدا، عندنا دو فورم، عندنا يا اما افيرماتيف يعني جمله مؤكده، ولا عندنا فورم نيجاتيف يعني جمله منفيه اللي نلقاو فيها نو والبا ولا نو بلو ولا نو جامي الى اخره. اذا ما دامها جمله غير منفيه، اذا فورم افيرماتيف. نعاود، الجمله هي خبريه تنقسم الى قسمين، يا اما مؤكده يا اما منفيه. اذا كانت مؤكده مثل المثال هذا نسموها افيرماتيف، اذا كانت منفيه فيها نو والبا ولا نو بلو نو جامي نسميها نيجاتيف تو سامبلومون. ترانسفورم لا فراس سويفونت على فورم نيجاتيف. هذه لا فورم هذه راها افيرماتيف، يعني جمله مثبته ماهيش منفيه. قال لك حولها لي لا فورم نيجاتيف، يعني استعملوا النو والبا. اول شيء لازم نعرف الفعل، اذا الفعل هو او اس تي، الضمير تكتبه كما هو، والفعل هذا تنفيه، اذا ال ني با ريش. اذا علاش درت لابوستروف هنا؟ لانه الاو والاو ما يتلاقاوش، نحي الاو هذه تاع النو وندير لابوستروف. اذا ال ني با ريش اون فيتامين، فاهمين؟ ونركز دائما على الفعل هو اللي ننفيه. ترانسفورم لا فراز سويفونت على فورم نيجاتيف. هذه الجمله ثانيه افيرماتيف، نحولوها لا فورم نيجاتيف. إلي امبورطون دو سو لافي لي دون، ورا لو فيرب، لو فيرب هو او اس تي، اذا الفعل ات، اذا هو اللي نرجعوه في النفي يعني ننفوه هو. اذا اي ني با امبورطون، راك تلاحظ باللي لو فيرب او اس تي هذا رجعناه منفي بالنو والبا، اي ني با امبورطون دو سو لافي لي دون الى اخره. كومبليت لا فراز على فورم نيجاتيف. Les enfants de tous les pays aiment. هذا هو لو فيرب ام. Les enfants de tous les pays، عاودها لك هنايا، فقط ام هذا هو اللي تنفيه. اذا نام با، اذا نام با لي زاليمون كارديوفاسكولار. هنا فقط نسيت او انتي، قصد الفعل هو او انتي، نعاود او انتي فقط يعني تنفيه بالنو والبا. مثال اخر يعني استخراج لا ميم فامي. لا ميم فامي علاش تغلط فيه؟ هذه اسهل حاجه عند التلميذ وما تغلطش فيه. واش معنى لا ميم فامي؟ لا ميم فامي هي هذه الكلمات الثلاثه، راك تشوف فيهم، روح للنص تصيب يشبهون في الغاديكال، يتشبهوا في الكتابه تاعهم، زايد فقط حرف الو حرفين يسموهم لو سوفيكس ولا لو بريفيكس. ركز معايا، اليمونتي ها هي وين، اليمونتاسيون ما تشبهلاش في الكتابه، تشبهلها زايده اسيون، اذا اليمونتاسيون تشبه في الغاديكال. كونسومي كونسوماسيون نفس الشيء، كوريكت كوريكتومون. اذا لو تلاحظ انه لا ميم فامي نفس الكتابه تقريبا، يعني في لغه ديكال يتشابهوا في الجذر تاع الكلمه يتشابهوا، زياده فقط هنا زدنا اسيون، هنا اسيون، هنا اوما. اذا هذا بالنسبه للا كونجيغيزون وبعض الاسئله المتداوله. نتلاقاكم ان شاء الله في الجزء الثالث والاخير باذن الله، انتظروا هذا الفيديو ان شاء الله. سلام.